في البداية قبل إعطاء لدي شخصيا ما يقارب 17 سنة من ذكريات المأساة العشر. وذاك اعتراف واحد الجهد كبير ديال 13 سنه. كلمه على الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. فحقيقه جات هذه الجائزه كاعتراف للعمل الكبير اللي قدمت مع فريق شباب الرياضي السوالم هذه مده ديال 13 سنه اللي صعدت بالفريق يعني تقريبا من اقسام هوات الى قسم وطني اول احترافي. ولا سيما هاد السنه اللي خديت فيها التتويج ديال 2021 الكل كيعرف ان الفريق قدم مستوى جيد وصعد القسم الوطني الاول ثم في قسم في مرحله الذهاب نهينا في الرتبه الثالثه. يعني سنه 2021 فهذا هذا جائزه مستحقه لان رضوان الحيمر ماشي كافتخار ولكن قدمت واحد العمل انا والطاقم التقني ديالي واللاعبين خلانا باش ناخذ هذه الجائزه. كنود نشكرهم وكذلك نهدي هذه الجائزه للعائله الكبيره والصغيره وكذلك المسؤولين ديال الفريق. هذا المجهود هذا ملي كيجيو بحال هاد الجوائز حقيقه كيعطوك تحفيز باش تزيد تقدم عمل جيد اخر مع فريق اخر.